طبعا اول يوم غزو اتذكر احنا كنا تونا جايين من سفره مستانس وياي من مكان يعني وايد حلو، كان كنت مسافر مع الاهل، تونا جايين من سويسرا اعتقد كان صار لنا يومين. بالليل كانت الاخبار، الويوه بالاخبار كانت المسؤولين بالكويت ما كانت مريحه، بس ما حد كان يتوقع انه ثاني يوم راح يصير شيء. فنمنا الصبح الساعة اعتقد عم تخطر يمكن كان 5:30 الفير، الحين واحد من اخواني ودش فقال لنا ترى قومنا من النوم، قال لنا ترى ان صار شيء بالديرة، ان في ناس قاعد يقولون ان مثلا ان في قوات عراقية داخل الديرة صب دوار الشيرتون. فالحكي كان ملخبط، انت توك بقاي من النوم ما تدري شنو صج شنو كذب، يعني قاعد تحلم صج هذا. طبعا هو قاعد يتكلم تسمعهم بعد من بعيد، تسمع اصوات الطلق، احنا كان بيتنا بالفيحة تقاطع النزهة والضاحية فتقريب من المكان هذا عموما، فاذا في صوت طلق ناري راح تسمعه. طبعا هذه الفترة الصدمة خذت تقريبا 15 دقائق على ما استوعبنا شي يصير. حطينا التلفزيون، كان وقت انا اتذكر في البداية ما كان الحين الساعة 5:30 الفير، كنا موجود، بعدين انقطع الارسال، بعدها تقريبا على الساعة 6 خلاص درينا ان 100% اكو شيء، فاصبحت يعني الاخبار تتوالى ان الناس كلهم كانوا قاعد يقولون ان القوات العراقية داخل الديرة. احنا بوقتها ما كنا شايفين شيء، طبعا هذا الساعة 6، احنا قاعد نكلم لك الحين على 6 الفير. بعدها وصلنا إلى الساعة تقريبا 7-8، خلاص صار عندنا يقين إن في مشكلة، إن القوات العراقية داخل، بدأت تشوف أنت الحين الدخان وكذا. وصلنا الساعة تقريبا 9-10، هني خلاص يعني أصبح عندنا مثل يقين. أتذكر أنا لين الحين أتذكرها، كنت بالدور الثاني ببيتنا، شفنا طيارة هليكوبتر داشة وعليها علامة العراقية، فأصبح إن ندري الحين إن أصبح في هناك احتلال، خلصنا يعني الهليكوبترات ما تيلك يعني كذي، أنت فاهم شو السالفة. طبعا خلال هالفترة هذه بدأت كان وقت اعتقد وكيل وزارة بالإعلام كان يوسف مصطفى، كان وقت اللي بدأ اعتقد يطلع اللي هو يتكلمون، اعتقد من يمكن كان استوديو متنقل، هذه كانت يمكن على الساعة 10 أو 11. الحين طبعا خلال هالفترة هذه إلى الآن احنا ما ندري شو السالفة، ما كان عندنا فكرة عن الله يرحمه سمو الأمير ولي العهد الله يرحمه منه شنو كان الوضع، يعني كل الحين تدري ان الدولة حتما واقعة تحت احتلال بس ما تدري شنو الوضع. فكان الإحساس الكل اللي بالبيت، يعني انت حاليا قاعد تتكلم ان كيانك انتهى، انزين ما عندك كيان وما تدري أصلاً شنو قاعد يصير، ما كنت تدري عن وضع الحكومة، ما تدري عن وضع سمو الأمير. فكان هذا الوضع اللي هو الذكرة أول 6 ساعات الأولى جداً إحساس سيء، الله لا يواري أحد هالإحساس هذا. يعني أنت تتكلم عن أنت كان لك كيان، يعني الحين بالضبط كذي تتخيل أنا الحين قاعد بيتي معروف، عندي مثلاً جوازي، جنسيتي، عندي وضعي كياني معروف، مرة واحدة تكتشف أن الكيان هذا انتهى، تبتدي الأفكار تيلك شنو أنت إيش بيصير فيك، العيال مثلا فرضا الأهل إيش بيصير فيهم، فأصبح إن ما عندك أي كيان. وهذه النقطة جدا مهمة حقنا كل أبونا، إن لا نسمح إحنا اليوم من الأيام الكويتين إن لا سمح الله إذا صار خلاف، أنا أدري إيش قاعد أتكلم عنه، في خلاف عندنا، بس لا نسمح لخلاف مثل هذا يرجعنا لمربع لا سمح الله لا سمح الله مثل هذا. لازم نفهم أنا دولة صغيرة بالنهاية، لا أطمع غيري. مرات مثلا يقول لك واحد لا، يعني الشياب يقول لك لا تطمع غيرك فيك، لا تطمع غيرك فيك، يعني شنو؟ لا تقعد أنت إذا كنت دولة صغيرة بالنهاية، لازم أفهم وضعي أنا بعد، لا أطمع نفسي، إذا في خلاف بيننا نحلنا بين بعض بالود بالتفاهم. فأصبح الحين عندنا الوضع هذا، كان من الظهر إلى الساعة تقريبا إلى المغرب. أنا الحين التردد من عندي، الحين قاعد أحاول أتذكر، أعتقد إحنا درينا إن سمو الأمير الله يرحمه ولي العهد كانوا بأمان، أعتقد بالليل اللي درينا هالوضع هذا. هذا الخبر كان بوقع إنه يعني مثل ما تقول إنه كان مرة واحدة إنه أحد شنكت علينا تب ماي بارد، على أقل تقدير فهمنا إن الكيان موجود. وبدأت بذاك الوقت أعتقد أما نهاية اليوم الأول بالليل، يعني الصبح ما كان أي تصريحات من الدول إن شنو كان موقفهم من وضع الغزو.
الحين أنا الترقيد من عندي إما بالليل أو ثاني يوم اللي أصبحت الدول واحدة وراء الثانية بدأوا يستنكرون الغزو طبعاً في مقدمتهم إخواننا في الخليج بالإضافة إلى الدول العربية ذات الثقل والدول العالمية اللي تبعتها. هذا الوضع اللي صار هذا اللي شوية ريحك يعني في البداية إحنا يعني أمانة كان التفكير دائماً كان يكون هل في أحد باعك يعني أنت بالنهاية ما تدري شي يصير بالتفاهمات الدول الكبيرة وكذا. هذا الإحساس اللي هو كان اللي موجود عندنا الحمد لله مثلاً على خلنا نقول على أعتقد كان بالليل إنزين اللي تحسن الوضع سبحان الله بالغزو ما كنا ندري ليش الصبح كان يحوشنا كآبة بالليل شوية الوضع يتحسن الأخبار الزينة كانت سبحان الله دائما بالصبح الأخبار المزينة كانت الصبح الأخبار الشينة كان أو الأخبار الزينة كانت بالليل فهذا كان مثل وضع غريب بعد طبعا إحنا ذيك السنة كنت أنا تو مخلص سنة خامسة فكان باقي لي سنة سادسة سابعة كلية الطب إنزين صح كان في عندي شعور أن مستقبلنا إيش راح يصير فيه بس أمانة كانت الدولة رايحة يعني خل أقول لك أنا هل اهتمام اللي هو جزئية كوني أنا طالب طب أصبح شبه ولا شيء لأن أنت عندك بلا أعظم وايد من البلا اللي أنت فيه يعني كان تحصيل حاصل يعني فرضا أنا وقتها كنت أقول أنا مستعد أضحي خلني إن شاء الله لا أصير طبيب خل ترجع الدولة ما عندي أي مشكلة فكان هذا الوضع ولكن كونك أنك كنت طالب طب هذا شوية هم بعد ساعدتنا بالنهاية يعني مثلا أتذكر الأول أسبوعين إلى ثلاثة كان وضع جدا كئيب حاشتنا حالة كآبة بعدها بدأ يصير في تواصل بيننا بين الشباب شوية هني اللي تقريبا هم الاحتلال تقريبا يعني ثبت وضعه احنا صار في تواصل بيننا قالوا لنا ان بالنسبه حق الشباب احنا طبعا كنا طلبه مستشفى مبارك معروف انه هو مستشفى تعليمي فالدكاتره اللي كانوا موجودين كان طبعا دكتور يوسف الله يذكره بالخير يوسف نصف هو اللي كان مدير مستشفى تحت دكتور عبد الله بهاني في دكاتره ثانيين راح اتخطى اساميهم بعد شوي فصاروا قالوا ان طلبه الطب لأن كان وقتها في البداية هذا كان وقت شغل المقاومة كان يصير في مثلا ناس ينجرحون كانوا بحاجة إلى يعني الدكاترة كانوا يدشون العمليات اللي كنت أفهمه يدشون مثلا يومين ثلاثة بدون مبالغة قاعد أتكلم يومين متواصل كانوا في العمليات فقالوا خلاص خلنا نستخدم طلبة الطب إن نخليهم بحوادث الجراحة على أساس يخيطون الجروح لأن احنا كنا بعد ما أخذين تدريب خياطة الجروح أنا اللي أتذكره اللي كنا بديت وياهم أعتقد شهر تسعة أو نص تسعة أو بداية عشرة اللي بديت وياهم هذه النقلة بكل أمانة هي اللي شوية هم بعد ريحتنا نفسيا بالنهاية أنت بالبيت قاعد بس قاعد مع الأهل حوالينك يعني هذه تخلق لك حالة من أنك قاعد تشوف نفس الأفراد على طول هناك تشوف بعيونك تبتدي تطالع الوضع خلينا نقول الميداني هم بعد شوية نسبياً ترتاح بالنهاية تحصل أخبار يعني كانوا في شباب عندنا مثلاً مربوطين بالمقاومة هذا اللي هم كانوا يصورون يعني ما كانوا يسوون شيء مثلاً ميجر مساكين بس كانوا يصورون صور الشهداء اللي كانوا يقول مثلاً المستشفى اللي كانوا مثلاً يتعرضون للطلق أو كذا كانوا يعدمون في البداية كانت هذه متواترة اللي كانوا بالغزو يفهمون يعني مثلاً حالات الإعدام صارت معظمها بالفترة الشهرين الأولانيين اللي هو صارت في البداية شوية المظاهرات على اللي كانوا ينشرون المنشورات اللي تذكرون اللي كانوا بالغزو يفهمون شنو هذا فالشباب هذيل اللي مثلا اللي كانوا يعدمون كانوا يجيبونهم من المستشفى مبارك الشباب كانوا يصورونهم بس لتوثيق الحالات فإحنا كان دوري كان ذاك الوقت حطوني كطالب طب إن أحساس إنه بالحوادث نخيط مثلا الجروح أو مثلا نتعامل مع الحالات البسيطة وكان في فوقنا طبعا هم بعد دكاترة يلاحظونك فما كان وضع هدد يعني الناس يمكن عبالهم او انت بوضع حرب وكذا معناته انت كنتوا قاعد تلعبون لا ما كان وضع كذي بالعكس سبحان الله مع الرغم من احنا كنا طلبه كان الوضع مرتب يعني كان الى الان التوصيف الوظيفي كان موجود بمعنى انت طالب طب لك حدودك ما لك حق انك تتجاوز اكو فوقك واحد يشيك فوقه واحد يشيك فما كان الوضع هدد بالعكس يعني حتى كانت الامور انا اعتقد بذاك الوقت كان يعني الدكاترة اللي موجودين سووا جهد جدا
كبير على على المقدرات اللي كانت متوفرة عندهم، التهديد اللي كانوا يتعرضون له. يعني نتذكر كنت يوم مع دكتور عماد النيادة بالحوادث، فكان الأسبوع الثالث أو الرابع الترديد من عند الحين، يالنا واحد من حزب البعث، هذول يخرعون بكل أمانة، يعني هني دش عليك يهزك. داش لنا كان عنده شيء يسمونه انجروينج تونيل، يعني شنو؟ يعني الضفره كان داش باللحم، داش اساس انه يبي احد انه يسوي له العمليه. دكتور عماد النيادة ما قال له شيء، قال له احنا حاليا بوضع غير مستقر، خلنا ننظر لما الامور تهدى نبتدي مره ثانيه نشغل العمليات اللي هي غير الطارئه ونسوي لك اياها. يعني كان وضع مثل شفتون شلون وضع الكوفيد، كان لما كان عندنا وضع طارئ، احنا الكوفيد الى الناس مو فاهمين ان كان وضع كانه ترى حرب الكوفيد، فكانت فقط العمليات الطارئه. فقال له هالجملتين بس، انا اتذكر نظراته للحين، يعني طالعنا فشافنا قال لنا ايش تقصد ان الوضع يستقر؟ قال له هاي هي، يعني هو شو بيقول لنا؟ يقول لنا ان انتم متاملين اصلا ان يعني الدوله راح ترجع مره ثانيه؟ قال له هذا الوضع قائم انتهى، انت دولة يعني اصبح ما عندك، انت محافظة 19، لا تقول لي حالة طارئة ما طارئة. احنا اول ما قلنا هالكلام هذا كلفونا في الزينة، وهذا الحزب البحث ما يقشرون، يعني ما يقشرون، يعني ان الجنود النظاميين منوتهم عاديين، ناس مثلي ومثلك، ترى ياخذ يعطي ما عنده اي مشكلة زين، بس المشكلة بهذيلة كانوا، هذيلة يخرعون يعني ما يتفاهموا وياك اصلا. طبعا بالنسبة لنا احنا لطلبة الطب ما قبل التحرير اثناء الغزو كان في مجاميع، كان في مجموعة داخل الدولة يعني اللي كانوا اللي تحت الاحتلال، وفي شباب كانوا برا الدولة، اعتقد راح تقابلون بعضهم، فهذيلة التحقوا اعتقد بالجيش، كان بعضهم مثلا انه يترجم لان لغتهم العربيه كانت لغتهم الانجليزيه قويه، فهم راح يتكلمون عن جزئيتهم. بالنسبه لنا احنا المجموعه اللي كنا داخل مستشفى مبارك كان شغلنا التطوعي هذا بالضبط، اللي هو انك تشتغل داخل المستشفى لمساعده الهيئه الطبيه. احنا كنا على مستويات، مثلا انا مو جراح، يعني ايدي حتى ما كانت ايد جراح، فعشان هذا ما دخلت الجراحه، فحدي كنت مثلا اخيط جروح، فهذا على مستوى. اكو طلبه كانوا لا عنده مثلا شغف بالجراحه، كان مثلا يدش قاعه العمليات، مثلا ذكر دكتور حسين حياتي كان متقدم اكثر، وهو جراح حاليا من الجراحين الكبار اللي عندنا مستشفى الاميري اللي هو زراعه الاعضاء وهيباتوبيليري يسمونهم زين، فكان كل واحد على مستوى، فشغلنا كان بهالرينج. بالإضافة كان في تعاون مع الشباب اللي هم كانوا منوت المقاومة اللي بالظل، هذيل كانوا كأنهم الستاف الإداري اللي بالمستشفى، يعني هذا كان مسماهم الوظيفي. هذيل إيش كانوا يسوون؟ يحصرون الشهداء اللي كانوا يدشون المستشفى مبارك اللي يعني يولنا مستشهدين، عملية التصوير يدزونها برا بطريقتهم. استحضر منهم أنا في عندي إلى الآن أحد من ضايهم هو صديق عزيز علي إلى الآن، جاسم الشطي إلى الآن أتواصل وياه، مثلا حسن ميرزا، كان محمد الخارجي من الشباب اللي كانوا ذاك الوقت، فهذيل الجروب كنا هم بعد نتواصل وياهم. وللأمانة يعني هذا الوضع اللي صار بيننا زين، أنا أتذكر إن كان يعني التواصل كان أهل أصبحنا، ما كان يعني كأن أصدقاء. وللأمانة كان داخل كل واحد فينا إحساس إن شاء الله الديرة راح ترجع. ليش ما تدري؟ لو تقول لي الحين مثلا إيش دراك أنت زين، ما كنا ندري، بس إنه قاعد تشتغل على هالأمل هذا، وهذا الأمل كان موجود، بالذات إن إحنا كنا شايفين ومعنا ندري إن عدونا شنو كان. يعني أنت تتكلم عن واحد ما كان عنده أصلاً شيء وقفه عند حده، الطريقة اللي كان يتعامل فيها مع البشر ما يعطيك أي قيمة أصلاً، الرجل ما كان يتعامل وياك كأن أنت أصلاً صفر على الشمال. طريقة الإعدامات، أنا أتذكر واحد من الأصدقاء الأعزاء رحمة الله عليه اللي استشهد في البدايات، ميثم المولى، ميثم كان سباح بالمنتخب الكويت، هو من أصدقائنا. كان أتذكر يوم استشهد ودوا الجثة قدام البيت أهله، يعني رحمة الله على الوالد أبو ميثم رحمة الله عليه، يعني انهار بهالوضع هذا. فأنت تتكلم عن واحد ما عنده قلب أصلا، يعني ما يهمه، يعني أنت شنو بتقول إن مثلا عنده من حواجز؟ ماكو شيء كذي، لا هو كحزب بعث ما عندهم أي شيء، وعشان هذا كان ماسك ديرته لأنه ماسكها على قولتهم بالنار والحديد، وما عنده أي تقول معايير مقدسات، ما في هالأمور مو بكتابة. فأنت كنت تتكلم عن وضع كذي، فبالتالي كان هم بعد الحذر موجود من قبل الشباب. من زرح المواقف اللي صارت يعني يمكن اللي ما أنساها زين، وهذه هم بعد
على قولتهم يعني دروس لنا. ثالث أسبوع أو ثاني أسبوع من الغزو قبل ما ألتحق بالمستشفى مبارك وقتها، إحنا كنا قاعدين في البيت، بيتنا إحنا كان بالزاوية بالفيحة بيت الوالد رحمة الله عليه. مرة واحدة شفنا كذي قوة كاملة دشت على البيت، حين ليش داشين شنو ما ندري، الحمد لله ما صار شيء، بس هو هذا بروحه ان تشوف قوه كامله تجيلك. طبعا كانوا بعثيين ما كانوا يعني انا دائما افرق بين بعثي والجندي النظامي، بكل امانه قاعد اقول لكم يا اهل الجنود النظاميين وايد منهم كانوا ترى ناس مثلي ومثلكم، هم هذيل البعثيين اللي كانوا يخوفون. دشوا ما ادري ايش عبالهم بيت سفاره الله العالم ما ادري شنو كانوا، والمهم يعني صار عمليه التفتيش الى اخره، السؤال والجواب. طبعا انت قاعد تتكلم ان واحد يدش داخل غرفه ببيتك، يعني الحرم انتهك ما حق البيت، هذا متى تبي مره ثانيه يصير بعد؟ يعني هذا الاحساس مو احساس جميل، خصوصيتك انتهكت. هل ان تعرضت لشيء او ما تعرضت لشيء شيء ثاني. طبعا بعد ما طلعوا الفريج اللي قطعه ثلاثه الفيح كل ابوهم يوم، فقالوا لنا انتم ما تدرون شنو صار، قلنا ما ندري لانهم كانوا شايفين الوضع، قالوا لنا بيتكم يعني حوطوه، احنا ما كنا نضرب. انت لما تكون داخل البيت ما تدري ان البيت محوط، مره واحده تشك بوم ولا تشوف ان الناس داشين عليك. فكانوا الاهل الفريج كانوا بيطمنون. طبعا هذه من الامور الزينه اللي صارت ان تلاحم الاهل الفريج كان جدا قوي ذاك الوقت الى الان الحمد لله، بس اقصد هذه من الامور اللي صارت. في وضع ثاني كان اعتقد قريب الضربه الجويه، هذه كانت بشهر 12 دشوا علينا، خذوا اثنين من الاخوان كذي خذوهم، ليش شنو ما ندري اصلا. انا اتخطر الى الان رحمه الله عليها الوالده ويدتي، يعني ما انسى بكيهم، تقريبا خذوهم ساعه وبعدين ردوهم. طبعا تم تهديدهم الى اخره، طبعا خذوا كل واحد فيهم سياره، حاسوا فيهم بغوا منهم اشياء معينه، الحمد لله ان ما كانوا اصلا يدرون، وصدق ما كانوا يدرون، فما أخذوا منهم شيء. هذه هم بعد كانت أوضاع السيئة اللي مرت علينا. في شيء صار ويانا طبعا غير اللي هو الشهداء اللي كانوا يون كنا نشوفهم، يعني كانوا مرات يقول لك حالات الوجه كان مشوه من طريقة الإعدام، إنه يكون يعني حتى رامينهم مثلا عفوا منطقة الوجه إلى آخره. هذه أتذكرها كنا اليوم، كان واحد لابس بنطلون وقميص، وقميص نظيف يعني مرتب، مو تقول إنه مثلا قميص وصخ أو شيء، ما ندري حتى شنو جنسيته، ما عنده أي هوية، يابولنا إياه ميت. الحين قاعد نقلب فينا بنعرف ليش ميت، كل اللي شفناه بس كان في طلق ناري على إيده اليسار أو اليمين، في عندهم شيء يسمونه انتري وإكزيت اللي هو حق الدكاترة اللي كان مثلا حق هذول اللي يتعرضون بحالات الحرب، اللي هو الطلق الناري. الانتري إنك تشوف الرصاصة دشت، الإكزيت تبي تشوف محل خروجها. طبعا هم طريقه تصنيح للاسف الشديد هذول الرصاص اللي يسوونه، ان لما يسوونه انه يخلقون شيء مثلا الرصاصه لما تدش بجسمك تنفجر، اساس انها تهتك الاعضاء الداخليه اكثر وبالتالي تؤدي الى نزيف ويتوفى البني ادم. فهذا كان وضع كذي، شفنا كذي شيء خفيف داش بايده طلع ماكو، بهيئه كانه واحد معرس، كان امانه كانه واحد يعني هاي بيتزوج، يعني لبسه نظيف وكذا وميت ما تدري شنو. وهو كان عندنا شفنا شوية نملة قاعد تطلع من أذونه. أنا هذه التفاصيل أذكر نفسي فيها مرات، أقول إن أنا هاي قيمتي يوم من الأيام. يعني أنت بوضع الحرب تخيل، لا حتى إلى الآن لا عرفنا من هو، مجهول ما تدري، هذا طبعا والناس هل هو مثلا قتل لشيء يسوى ما يسوى ما تدري، الله العالم. بس هذه الأمور الثلاثة أنا أتخطرها كنها اليوم واستفيد منها. بعد في مثلا هالمرة مواقف صارت شوية مثلا كانت فيها بعد مرات مواقف حلوة تصير. اتذكر كنا بشهر الحين 11 او 12 كنا الوالدة الله يرحمها طرشتني قالت لي بسام يب خبز بالفيحة، كنا الخبز كنا قطعة ستة كان الفرع، فرحت هناك ذاك اليوم سكر الفرع خلاص بعد ما قاموا يوزعون خبز، واحد من اهل المنطقة قلب الخباز إلى حلاق، شعري كان طويل، فقعد قلت له شو السالفة، كان يقول لي قلبنا حلاق، قلت له زين شعري كان طويل، قلت له تدري شلون يبا حلق لي، قال لي شوف أنا أعرف بس من ورا من قدام ما أعرف، قلت له خلاص ما عليك سوي اللي تبي. طبعا هو قاعد يحلق
انت الحلاق لما يقص شعرك طبعا المقص زين هذول البروفيشنال ما تشوفه وياهم. انا لاحق على الحلاقين القدم اللي هو بالسبعينات كانوا اللي ما تطلع منه الا انت مزلق يعني لازم اذا طلعت منه مو مزلق انت مو حالق. فاسمعه المقص يدش لي اللحم في اماكن يدش لي اللحم رحت البيت طبعا شفت الشعر في اماكن واصل للراس في اماكن مو مرتبه. فهذا كانت من المواقف اللي صارت. الموقف الثاني اللي صار كان اعتقد نهايات اللي بدينا نروح المستشفى لان بعدين بعد الضربه الجويه خلاص بعد ما قدرنا نروح المستشفى لان كان في حظر وكذا حتى احنا ما قدرنا نروح. كان وقته اذا تذكرون كان اللي هو اجتماع جيمس بيكر مع طارق عزيز اللي قعدوا 6 ساعات اللي كان اساس انه ممكن يحاولون انه لا يصير حرب. كان في دكتور عبد المطلب باباني عنده راديو صغير اتذكره للحين كان شاري من برا هالصغر الراديو وفي اريل طويل. الراديو سبحان الله تحطه كذي بهالاتجاه هذا يطلع لك بي بي سي ما تغير هذا النوب لا تغير وضع الراديو يتحول الى موجه ثانيه. فاحنا كل ابونا متجمعين الذكرة تخطر ما ادري والله ايش كثر كنا 9-8 دكاتره متخطرين بنسمع ايش قاعد يصير بالاجتماع. كان املنا انه ما يصير حرب يعني اساس. فالمهم في احد الدكاتره طق الراديو تغيرت الموجه وكان واصل على النهايات يعني الحين بنقول ان في شيء ولا ما في شيء. فتذكر صار هواش من اللي غير من ما غير الراديو. فهذه من الاوضاع اللي كانت عندنا اللي صارت. فبشكل عام هذا الوضع اللي كان طبعا اونس شيء مر علينا نتذكر الى الان يوم اللي صار الانسحاب كان الساعه 3 الفجر اتذكرها للحين. كان كنا ايام رمضان اللي هو الشارع اللي هو الفيحة الضاحيه النزهه كنا ايام رمضان ما كل الشارع يوقف ليتات من كيفان يمكن حتى مو المنصوريه للدعيه تكون السيائر واقفه. كانت الزحمه بهالطريقه هذه. مره واحده شفنا سيائر طبعا كان ما في كهرباء الليتات بس تشوف ليتات السيائر شابه. هذه اعتقد لو تقول لي شنو اونس شيء مره بحياتك كان كذي. طبعا ثاني يوم طلعوا كأنه كان انا اتخطر واحنا صغار اعمارنا مثلا 8-9-10 يوم العيد شنو كنا نستانس فيه. للاسف الشديد هذه الفرحه مو موجوده الحين. هذه الحاله اتذكرها يعني انا الحين قاعد اقارن لكم الحاله النفسيه لاول 6 ساعات غزو الى الحاله النفسيه يوم طلعوا برا خلاص طلعوا برا. هذه 6 ساعات الاولى لو بتقول لي إن شنو الفرق بينهم بقول لكم من 0-360 درجة هالمتناقضتين. هذا يبين لك إن الدنيا إيش كثر ما تسوى. فأقصد ما تسوى الدنيا تشوفونها ممكن تلحين تحت ممكن فوق تمشي راح تمشي بالنهاية لا تعور راسك فيه. طبعا حين التحرير أول يوم قلت اللي هو ما في أحد أصلا ما كان فيه لا جنود الاحتلال ولا كانت قوات التحرير واصلة الكويت. فكان في يوم اللي هو يوم اعتقد 26 فبراير 26 يمكن انزين كانت الديره فاضيه بس احنا فيها ما في احد يعني زين. فحتى كانوا الاهل اللي صار حتى الناس اللي بغوا يطمنون على اهلهم منطقه ثانيه يعني انت قاعد اتكلم مثلا انت الدسمه مع الدعيه بيشيكون على بعض كذي هذا اللي اقصد منطقه ثانيه ما قاعد اتكلم لك انا الدسمه بتروح تطمن على اهلك اللي فرضا في حيحيل او صليبيخات او مثلا ليهره زين لا انت قاعد تتكلم عن اهلك الدسمه بتكلم بتطمن على بالدعيه اللي بالفيحة بتطمن على اللي بالنزهه او الضاحيه وتذر. فهذا اليوم الاولاني اللي كان اللي كنا فيه طبعا اول مره حسينا ان كنا كان في ياثوم على صدرك وراح هذا الاحساس اللي كان عندنا. ثاني يوم اللي وصلوا قوات التحرير هني اصبح الاحساس اللي بالامان اصبح هم بعد انت مو زين ان يكون وضعك انه ما في احد لان ممكن في ناس تبتدي لا سمح الله يعني تتصرف بتصرف مو مسؤول. والحمد لله احنا بالكويت بالنهايه حتى هذا الحمد لله ما شفناه يعني بمعنى قد يكون صار شيء ان احد انتقم بطريقه خاطئه او كذا بس بشكل عام ما كان موجود. الامور بالنهايه مشت على حسب القانون. ما بديش بالتفاصيل هذه اعتقد فاهمين الناس هم من الحلاقه يفهمون شنو اقصد ان ما صار في انتقام كان في وضع معين مو زين ان الواحد يعالج فيه يعني انت مو زين انك تفتح شيء الحين مسكر. بعدها طبعا صار ان تقريبا 2-3 الوضع ما تحسن
أصبح إحنا الحين بدأنا مرة ثانية إن سمو الأميرة رحمه رجع، الحكومة رجعت، أصبح مرة ثانية الحين أوكي تبي تبني من جديد. فأصبح الالتقاء إن شو راح يصير بكلية الطب. طبعًا بذاك الوقت إحنا قاعد نتكلم الحين، قاعد أكلمكم عن شهر 5، يا بروفيسور عبد الرزاق الله يذكره بالخير، كان أعتقد دكتور عبد اللطيف البدر، دكتور عبد الله، أصبح في هناك توجه إن خلينا نحاول إن نخلي طلبة سنة سابعة اللي هم كان مفروض إنه يكونون هم الحين سنة سابعة، نعطيهم 6 أشهر وننجح ونخليهم يقدمون الامتحان بشهر أعتقد 10 أو 11 أساس لا يخسرون شيء. وهذا الدفعة يمكن خسرت فقط 6 أشهر. إحنا الباقي لا، ما كان بالإمكان. يعني أنت تتكلم عن شلون تبي تجيب الدكاترة. إحنا قبل الغزو اللي كانوا الموجودين، أنا أتذكر اللي كنا نشوفه مستشفى مبارك ما كانوا ناس عاديين. أنت تتكلم مثلا بالسكر، كان بروفيسور بجاج هذا كان من أعلام السكر على مستوى العالم. ما أقصد إنه كذي، ما قاعد أقولها أنا، لا لا أنا فاهم إيش قاعد أقول. على مستوى العالم يعني أقصد قد يكون من هذيل الليدرز، يعني من أفضل 5-3 ومن اللي يحطون المعايير على علاج السكر. تتكلم كذي. بالجراحة كانوا عندنا مثلا الجروب الأمريكي، الجروب السويدي كانوا على مستوى عالي، شلون بتجيبهم مره ثانيه؟ نفس الشيء في التخصصات اللي هي تحت البايوكيمستري، الفسيولوجي، الاناتومي، هذول شلون بتجيب الدكاتره مره ثانيه؟ اول شيء لازم يعني سهل انك تقولها، لازم يكون عنده احساس بالامان. الدوله من جديد انت قاعد تبتدي من سكراتش، ما عندك بنيه تحتيه اصلا كان. فهذه كانت من التحديات الكبيره اللي كانت تواجه الدوله. احنا بذاك الوقت كان صار في التقاء بيننا، فصار انه خلنا نخلي طلبة سنة سابعة يعدون الامتحان. احنا وقتها قمنا نشتغل بالجامعة، ماكو شغل، قمنا ننظف. اتذكر الجامعة هم كان عندنا مثلا وناسة كليتنا هذه بالنهاية. بعدين شوي شوي على شهر اعتقد 10-11 بدأت اللي هم الاجهزة مرة ثانية ترجع، المجلات، فكنا نساعد مثلا بترتيبها. على ما دشينا عاد بالشهر اعتقد 10 أو 11 12 بدأت دراستنا. انا بس هذه للتاريخ اقولها، اللي هي الامتحانات اللي هو بشهر الامتحان حق طلبة السابعة اللي صارت بشهر 11، كانوا عدد ما يستهان فيه من الطلبة كانوا من جنسيات غير كويتية. بذاك الوقت كانت هذه الجنسيات غير مرغوبة لسبب سياسي، انا ما احب اتكلم بهالنفس هذا، أنا ضد النفس العنصري بشكل عام، وأحب أن بالعكس الله سبحانه وتعالى رحيم يعفو، أن إذا واحد أسألك أحسن إليه، رجع مرة ثانية، بالعكس تكسب وايد أصدقاء. هذه أعتقد هي حتى الحكومة حاليا الكويت لو ما كانت مسوية كذي من قبل أحد كان راح يقف ويانا ترى على فكرة. وإلى الآن أنا أنصح الناس وخروا عن النفس العنصري رجاء. أدري أن ممكن الكلام هذا ما يعجب الناس، بس انا بالنهايه لازم اعرف شنو انا شخص انسان مسلم، مو طايح من، مو جاي من مكان اخر الدنيا. انا عندي الله، عندي شيء ثاني، بالعكس انا احمد الله على النعمه اللي عطاني اياها، طلعني من بلا عود. انا ليش قاعد اقول لكم ان اول احساس الساعات كان شنو واخر احساس بعد التحرير كان شنو؟ هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. الله لما يشوفك انت تعامل نعمته بالشكر، الشكر يعني شنو؟ تحسن الى الناس اللي اساءوا اليك. طبعا ما تصير مطقاقه اقصد بالكويتي هم بعد، بس اقصد بالنهايه اذا تقدر تحسن حق شخص احسن اليه. وهذول ما اساءوا لك، هذول ساكن ما كان لهم شغل، فالمهم قدموا الامتحان ونجحوا. وهذه الى الان اذا تسال الدكاتره حاطينها الى الان، يحسبون ان الكويت قدمت لهم جميل ما ينسون طول عمرهم. وهذا الفرق بين الانسان الطيب والإنسان اللي مطيب. كلامي بس بحق النشأ الحالي، يعني الجيل الجديد اللي هم بأعمار مثلا خلنا نقول كم، ما أدري 15 إلى 30، لأن أنتوا نواة المجتمع حاليا. إحنا ليش قاعد نطرح مسألة اللي صار ويانا بالغزو؟ بقول لكم إن كل أبونا الحين حتى أنتوا وأبهاتكم أمهاتكم كان ما راح يكون لنا كيان لو ما كانت رادة الديرة. فبالتالي النعمة اللي احنا عايشين فيها بالكويت من ناحية التعليم المجاني، يبعثونك مثلا يودونك الدولة على حسابها مثلا توديك على أفضل الجامعات برا. في ناس للأسف شديد أكو نفس قاعد يصير يقول لك إيه ملزومة الدولة فينا. أنا فاهم هالشيء ملزومة بالدستور، بس هذا مو معناته ترى إن أنت لك فضل على الديرة، لا، هو وضعك أنت عايش بمجتمع كذي، فبالتالي لازم تحمد هذه النعمة. شلون تحمدها؟
مثلا انا اتذكر يوم ودونا كندا، مثلا يوم رحنا كندا اساسا نتخصص في القلب، الجامعه اللي اشتغلنا فيها كنت فيها انا في تخرج منها دكتور سعد الكندري، موسى اكبر، دكتور علي الصايغ، كان ابراهيم رشدان كان اعتقد بفانكوفر، يمكن محمد وزبيت هم بعد كان مكماستر وهالاماكن. هذه الجامعات اساسا اشرح لكم، اذا كنت كندي تخيل انت ولد الديره، انا بيكون تفكرون كذي، يعني تخيل انا مكان الكندي، انا كويتي الحين قاعد اتكلم زين، يعني انا كندي عندي جنسيه كنديه، حتى ادش هذه الجامعات تدرون شو يصير؟ اكو 30 الى 40 طبيب قلب يتنافسون على 3 مقاعد فقط، 3، واللي حصلها افضل 3 اللي هم عباقرتهم يكونون. وانا اقول لكم اياها انا قدامكم اللي قاعد اتكلم، حتما هذيلا افضل كان يعني كمستوى، يعني كعقل وكنابغة كانوا نماوق، كانوا أفضل مني أنا. إنزين، فأنا لازم أفكر إن من الدولة ودتني هالمكان هذا لازم أستفيد من المكان هذا، أصير أستفيد منه، أطور نفسي لأفضل شيء ممكن حتى أرجع مرة ثانية أخدم الديرة، وهذا اللي راح يفرق ويانا. فعشان هذا الوضع اللي عندنا لازم نفهمه، إنه بالذات اللي يروحون برا يروحون أماكن قوية، خلي يستفيدون المكان هذا، لا يستخدم أنه يروح أباله مثلا يستانس وكذا، لا استانس عليك بالعافية يبا، بس اللي أقصده استغله، قوي طموحك. اثنين، لما أنت بتدش أي شيء دش المكان اللي تحبه تعشقه أساس تقدر أنك تبدع فيه، لا تدش لمكان ما تحبه، لا تدش مكان لأنك مجبور. ورسالتي لأولياء الأمور، لا تجبرون عيالكم على شيء، لا، خلي يدش المكان اللي يحبه، إن شاء الله شي يكون راح يبدع فيه. إحنا بالنهاية المجتمع مستحيل إن كلهم يكونون مهندسين، مستحيل كلهم يكونون دكاترة، لازم يكون عندك جميع التخصصات. أنا في نقطة يمكن نسيت أذكر لكم إياها أثناء الغزو، من اللي كان تكرمون يشيل الزبالة من بيوت الناس؟ كانوا عيالنا الكويتيين، ما كان ناس غرب. هذيل لو ما كانوا يسوون هالمسؤولية هذه اللي بعض الناس للأسف الشديد ينظر إلى عفواً البورتر بعض المهن بنظرة دونية، مو هذا إذا ما سواها القمامة راح تتكود، الريحة تزيد، أمراض تزيد، مو هذا إذا معناته أن عمله شريف، عمله مهم للمجتمع. ما في هناك عمل أو تخصص مو مهم، كل التخصصات مهمة، وحتى الدكاترة لا يكون يوم من الأيام هي طبيب يعتقد أنه هو فاهم أنه أفضل خلق الله. خطأ، الله معطيك هالملكة مو من عندك، الله معطيك المخ هذا، الله عطى هالبني آدم مخ شوية أقل نص، أنت نابغة، فلا تعتقد أن كل شيء من عندك، لا، في أشياء الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، فأنت أحمد الله أنك تستغل هذا العقل أنك تخدم في بلدك. أنا هذه نصيحتي للنشء. أثنين، حافظوا على تواصلكم. بالنهاية التناحر اللي قاعد تشوفونه للأسف الشديد بالفترة الأخيرة، أنا أحاول أفهمه مراضي أفهمه، لأن أستغرب أقول شلون ناس مر عليهم الغزو، ليش يعني ديرتك راحت بدال ما ترجع مرة ثانية وتتآلف وتحل مشاكلك بهدوء، ليش تسوي هالمعمعة هاي؟ أنا ما أدش أنا عادة أكره السياسة، ما أدش بالسياسة إنزين، بس أتكلم بالعموميات اللي أقصده. كمجتمع لازم إحنا نفهم إن الدولة مالتنا صغيرة، حجمنا صغير، لن نطمع غيرنا فينا، خلنا نتحد، خلنا نتفاهم، إذا في مشاكل تنحل بالتفاهم. صح في هناك أمور فعلا، يعني مثلا هو هم بعد أنا طبيب أفهم هالشيء، مرات يكون عندك مثلا حالة جراحية تحتاج تستأصلها، مو معناته أنه دائما تصير مثلا كذي أنه هدوء وكذا، لا ما أقصد هالكلام، بس ولكن اللي أقصده بشكل عام لازم نفهم أن احنا نتعامل مع الأمور بروية بهدوء، نتفاهم ويا بعض، نحب بعض. أبيكم بس تفهمون شغلة واحدة، يوم راحت الكويت الكل أصبح هوملس، ما كان والله إن فلان ولد الطائفة الفلانية، ولد القبيلة الفلانية، ولد الأسرة الفلانية، الكل كانوا سواسية بهالناحية. فالحين إحنا يوم راحت من الديرة كنا بكلنا سواسية، لما ترجع لازم نكونهم بعد كلنا سواسية، لا نسمح حق الأمور الثانية هذه التافهة تفرق بيننا. فأنا بس هاي نصيحتي لكم.